اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. الحمد لله تمام. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك يا كابتن اسامه؟ الله يخليك يا اسلام. كله كويس؟ الحمد لله. اخباركم ايه مع الاحتواء؟ نظريه الاحتواء. احتواء؟ اسامه هو ملك الاحتواء. والله كابتن اسامه ملك الاحتواء. كله عنده. ايه رايك فيما قاله كابتن محمد عادل حكم مباراه الاهلي والزمالك من تصريحات ان هو يعني كان شعر بتوتر لعيبه نادي الزمالك بعد الهدف الثالث، ولكن مش بسبب التحكيم ولكن بسبب ان هم خايفين ان النتيجه تكبر، وبالتالي كان يجب ان يكون هناك بعض الاحتواء لبعض اللاعبين؟ لا احنا كرياضيين وكلعيبه كوره بقى سيبك. لا عمرك سمعت في الكلام ده بجد؟ والله ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. يعني احنا واحنا بنلعب او بنتفرج او بنسمع يمكن على ايامنا احنا ما كانش فيه سوشيال ميديا بهذا الشكل. يعني السوشيال ميديا جالها صدمه، انا حسيت ان بعد المباراه جالهم صدمه. زي ما كانوا بيتوقعوا حاجه تانية او بيأملوا في حاجه تانية. تخبطت جميع المحطات، ما بقتش عارفه تعمل ايه ولا تعمل ترندات على ايه. بدل ما يعملوا ترند على النتيجه بقوا بيدوروا على اي حاجه. خلوا طبعا بالطبع الباقي كله يتخبط. يعني بالطبع انت عايز تطلع بتصريح، عايز تعمل ايه، عايز ترضي ده النهارده. ده عايز يرضي كل الناس او عايز يرضي اي حد او عايز يظهر الصوره بعد ان كل نادي بيطالب بحقه، كل فريق من حقه انه يطالب بحقه وان يبقى في فير بلاي في الملعب. وده اهم حاجه. امال جايبين فار ليه وجايبين الدنيا ليه وبنحاول يعني نتحسس الطريق السليم في انشاء رياضه بقى جميله بموسم جديد. الحقيقه المباراه كانت يعني محترمه بكل شيء، في كل شيء اللعيبه بتتكلم مع بعض، اللعيبه بتتكلم مع بعض وبتتناقش وبيشرح له الخطا فين. واحنا كمان كام يوم هنبقى مع بعض في المنتخب، فكان كل حاجه جميله. الا ان النتيجه العاليه اللي حصلت في المباراه عملت هزه، عملت هزه لناس كتير قوي، عملت هزه للفريق المنافس كمان. يعني في 10 دقائق انت بتجيب فيهم 3 اجوان، ما بالك بقى ال 45 دقيقه اللي بعدها هيبقى الشكل عامل ازاي. دخلوا جوه الجيم خرجوا في نفس الوقت بعدها بالهدف الرابع، وبعد كده في هدف خامس، فطبعا كان الله في العون يعني. انما نظريه ان انا ادي اي حاجه، ما هو والناس عايزه كده ولا ايه يا اسلام؟ يعني عايزين يفضلوا بقى يخشوا من موال لموال لموال. واضح عايزين لانه عايزين الدنيا تولع. حتى سعد لقائي لسه كان بيقول لي هذا الكلام. بيقول لي ان هو شايف ان الناس رايحه في اتجاه ان لا، ما يعني ان ما ينفعش يحصل كده. لا ما فيش. انت حتى لما بتظهر اي او بتبدي رايك انك انت عايز حقك في كل حاجه، وده مش من دلوقتي، ده من السنه اللي فاتت. احنا بندور على البحث عن فير بلاي. فالنهارده الحكم ان هو يطلع يقول حاجه الناس مشتاقه. انا يعني بقيت حاسس ان المحطات مشتاقه انها تتناول اي حاجه تبعدني وتبعد ذهني عن النتيجه، تخرجني عن الموضوع نفسه الاساسي. أيوه. ان انت عملت سبق جامد جدا في مباراه زي دي، وتاريخ بيتسطر يعني طبعا.